Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, Liam, j'ai pris comme recette dessert, bzef, bzef, sahel, moubtadiat ou la machi moubtadiat, gaïji comme sahel, inshallah, ou dirou facilement, il est très très bon, li mouhibbi l'faraoula, la fraise. Alors, wesh lazem, ndirou nous, litre halib, ndirou fi 3 cuillères ou la 2 cuillères. 3 cuillères ماشي مقبنين ولا 2 كويير مقبنين تاع مايزينا ونديرو 3 كويير دو سكر ونخلطوه فوق النار مع شويه تاع لافاني حتى اللي يتقال لنا وتولي تيكستور كريم ديسير بيان سور. واش نديرو؟ نروحو نقطعو شويه تاع لا فريز ونديروها فيه الداخل. وحاجه واحده اخرى انا ما صورتها لكمش ما فيلميتهاش، نديرو ان ياغورت ناتور كي نكملو، كي يتقال ويكمل نوخرو على النار ونديرو ان ياغورت ناتور. انا جو نسي با تليفون كنت حاسبه تاع راهي فيلمي وهو ما كانش فيلمي، صرات لي بليزيور فوا. الوغ نقول لكم خير، راكم عارفين ما نبغي ندس عليكم ولا ديتاي. الوغ نديرو كي تتقال لنا الكريم ديسير نزيدو ان ياغورت ناتور ونقطعوا لا فريز نديروها فيه، نديروها في لي غامكان تاعنا ونديروها في الفريجيدير اللي قد برد مليح مليح مليح. حاجه واحده اخرى اللي يبغي يدير من تحت يدير ان بيسكوي ولا يدير دي بودوار ولا حاجه اللي تبغوها تقدروا ديروها من تحت افون ما ديروا لا كريم. انا تال ما درت لكم بزاف وصفات باردون فيهم من تحت دي بيسكوي تو، قلت هذه نديروها سامبل اقتصاديه على حساب الوضع اللي رانا فيه تاع الحجر الصحي. دي فوا لا غالب ما نصيبوش، هذه فيها فريمون صوالح ساهلين وينصابوا في كاع البيوت، السكر المايزينا الحليب و لا فريز بيان سور راهي لا سيزون تاعها، تو الموند راهي يشريها. ياغورت ناتور ساهل تصيبه باغتو فوالا، ونديرها في الفريجيدير تبرد. اون اتوندون انا واش درت جوستومون كنت مفيلمي فيها هاد المرحله وما تفيلماتليش، انا درتها في الفريجيدير ورحت درت لا فريز اللي بقات لي كونتيتي صغيره تاع لا فريز، درت لها شويه سكر طحنتها في البلندر اللي قد نطحن كوم ان جو ولا بوري تولي فريمون شويه ثقيله. كي تقالت لي درتها فوق النار كيما نديرو لا كونفيتور، دارت فوق النار خليتها فوق النار حتى اللي تقالت شويه وفرغتها فوق لا كريم ديسير تاعي وعاود رجعتها في الفريجيدير. فوالا سهله، شويه تاع لا فريز مع شويه سكر تطحنوها وديروها فوق النار وديروها فوق لا كريم ديسير تاعكم. هذا هو الشكل تاع لا كريم ديسير، يجي بزاف 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 بنين ساهل. لشهر رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا وربي يرفع علينا هذا الوباء ونرجعوا كيما كنا ان شاء الله، ويفتحوا الحوانيت ونعيشوا في الهنا ان شاء الله. وإلى عجبتكم الوصفه ما تنسوش تقوم توجور ديروا جيم وديروا ابوني، والى وصفه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء حبيباتي.